ولسه مكملين كلامنا عن مبادرة خلي بالك على بلادك، واللي الحقيقة تم في تكريم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب نتيجة لجهودهم المبذولة في خدمة الوطن. وتم تكريم المطربة المغربية جنات عن الأغنية الوطنية جواز سفري، وكمان تم تكريم الفنان حسين الجسمي عن أغنية بشرة خير، واعتذر للأسف عن الحضور ولكن تسلم التكريم الملحن عمرو مصطفى ملحن الأغنية. الحقيقة أشعلت وطنية المصريين، والحقيقة دفعتهم على التصويت في الانتخابات. كمان تم تكريم الفنانة الجميلة نهال عنبر، واللي هنشوفها في رمضان القادم مع صاحب السعادة الزعيم عادل إمام. تعالوا مع بعض نلتقي بجنات، ونلتقي كمان بالملحن عمرو مصطفى، ونشوف هيقولوا إيه عن مدى سعادتهم بالتكريم. المبادرة دي طبعا احنا كفنانين بنحس بالفخر ان احنا بنقدم حاجة ليها وقع مهم جدا على المجتمع، بنحس بالدور الحقيقي للفن. فطبعا يعني بتشرف النهاردة ان انا موجودة معاهم، واتمنى ان دوري يبقى اكتر من كده فعال. يعني بنحضر حاجة طبعا، بنجهز حاجة ليها علاقة باللي بيحصل اليومين دول اللي احنا المفروض حاسينه حاجة لمصر بالظبط. وفي الكليب حب جامد هينزل في العيد الصغير على قنوات روتانا. مبادرة خلي بالك على بلادك مبادرة قوية جدا، بيشارك فيها رموز كتيرة من الوطن، محتاجين نخلي بالنا على بلادنا. دور الفن مهم جدا، سعيد بالمبادرة وسعيد بمشاريعها اللي قدمتها. المنتج اللي بيصدر لمصر الفن، المنتج هو اللي بينتج الاعمال الفنيه. محتاجين من المنتجين ان هي تتبنى هذه المشروعات في اعمال فنيه لتشجيع الشباب الفتره الجايه على حسهم على العمل، على الاجتهاد. خلاص كفايه كوميديا، كفايه سينما كباريهات، كفايه سينما شذوذ، خلاص يعني قلنا حريه الراي زي ما احنا عايزين، كرهنا الشعب في الشرطه، كفايه. اعتقد دلوقتي ده دورنا احنا كفنانين ان احنا نقول كفايه. وشفنا تاثير الفن، ممكن اغنيه تقدر، اغنيه بشرة خير تجمع الشعب المصري كله بجميع محافظاته في 4 دقائق. يبقى الفن ليه دور مهم، يبقى يقدر الفن يبني مصر. من جريدة اليوم السابع معنا خبر منشور تحت عنوان وحيد حامد يضع اسم مؤقت لفيلمه الجديد. وضع الكاتب الكبير وحيد حامد اسم مؤقت لفيلمه الجديد، واللي بيقوم ببطولته محمود حميدة. الفيلم بعنوان القط والفار، ويرشح تامر محسن للإخراج، واللي أخرج لوحيد حامد مسلسل بدون ذكر أسماء، وتم عرضه خلال رمضان الماضي، والحقيقة حقق نسبة مشاهدة عالية جدا،
ونجاح كبير. وحاليا المخرج تامر محسن مشغول بترشيح الأدوار الثانوية ومقابلة عدد من الفنانين لتسكنهم في أدوارهم المناسبة. هنروح دلوقتي لأهم التصريحات الصحفية. هيفاء وهبي أبحث عن الأمان في الناس لكن النتائج تأتي عكسية. رندا البحيري أخويا بريء من الانتماء للإخوان والأيام هتثبت. إلهام شاهين السيدات تصدرنا المشهد الانتخابي ومصر بتعيش فرحة كبيرة. نجوى إبراهيم التغيير يأتي من الشعب. إناس إدغيدي تفهمت قرار محلب بمنع عرض فيلم حلاوة روح. خالد يوسف في موقع إخواني يتعمد تشويهي وينسب لي تصريحات مفبركة. هنروح لجريدة الوطن ومعنا خبر خاص بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم. نانسي عجرم تفوز بجائزة الميوزيك أورد والحقيقة بتسافر فرنسا لاستلام الجائزة، ودي طبعا المرة الثالثة فازت بيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بجائزة الميوزيك أورد، وسافرت للحقيقة لفرنسا لاستلامها وحضر الحفل الشاب خالد اللي عبر الحقيقة عن سعادته بفوز نانسي ووصفها بالفنانة الجميلة المتنوعة. أكدت كمان الفنانة نانسي إنها سعيدة بالجائزة وإنها تكون بمثابة حافز قوي جدا ليها علشان تقدم أفضل ما عندها للجمهور. هنروح لأخبارنا السريعة اللي معانا أحمد حلمي يستأنف تصوير فيلم صنع في الصين، اشتباك فيلم جديد لمحمد دياب وبدء تصوير في أغسطس القادم. خالد سليم يغني بالخليجي في مسلسل الحب سلطان. داليا البحيري تعود لتقديم البرامج من خلال برنامج قوي قلبك. اسمحوا لي نروح لفاصل نرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني.